من جديد مرحب بكم في حال البلد، ومرحب بكم في فقرة الصالون السوداني 24، ومرحبا بضيفي الفنان سيف الجامعة. وأنا قبل حقيقة قبل ما أبدأ معه الحوار قلت له اسم الوالد، لأنه واضح أنه كلمة الجامعة دي ما فكت تاني وبقت هي الأصل، يعني سيف الدين محمد الحاج. نعم أستاذ سيف، مرحب بك. الليلة بنفس اللبسة دي كنت في مؤتمر الحوار الوطني، شنو الرسالة؟ بنفس اللبسة دي ناقص البدلة. شنو الرسالة الليلة اللي عملتوها في القاعة؟ يعني مجموعة من الأغنيات في وقت واحد، في جماعة قالوا يا أخي الجماعة دي لخبطوا الغنى كده، مالوا يطلعوا من حتة لأغنية تانية، يطلع. شنو الرسالة قدرت أقولها كنت للناس؟ نحن في زمن قصير جدا كان متاح من خلال جلسة هامة جدا اللي هي الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، وجلسة هامة وجلسة التوقيت فيها صعب جدا والدقيقة فيها غالية كانت جدا، لأنه في ممثلين لدول كثيرة وفي ممثلين لأحزاب وجهات متعددة. كان مطلوب مننا كبسولة بشكل أو بآخر بقدر الإمكان تعبر عن الثقافات السودانية، خلينا نقول في وطن قارة زي السودان متنوع. حاولنا نجمع هذا الشتات زي ما مؤتمر الحوار محاول يجمع شتات السودان كله، حاولنا نقدم الثقافة السودانية تحت باب نقول هو السودانوية من غير أي تكريس لحاجة محددة. يعني فسيفساء السودان دي تتعرض في هذه اللحظة وهذه البرهة التاريخية المفعمة بالأمل، يعني احنا كنا مليانين بأمل، أمل كبير كبير، ونحن اتفتحت قوة نحن عايزين كفنانين نوسعها. يعني دايرين نقول للناس انه يستثمروا هذا الشيء الإيجابي ويستثمروا هذا الأمل عشان يفتحوا طاقة أمل كبيرة جدا وتدخل الشمس يعني اللي بيحلم بها السودانيين كلهم. رغم انه الفنانين عموما عندهم حساسيه من السياسه ومن المتقيات السياسيه اللي بيكون طابعها برضه جدل، يعني لكن رغم ذلك سيف الدين تجاوز هذا. انا بفتكر انه حق الناس عبر سنين طويله من التجارب المتنوعه للفنانين في عصور مختلفه وعهود متنوعه استقينا منها فهم انه ما مهم بالنسبة للفنان إنه ينتمي لتيار سياسي بعينه، لكن أهم من ده انتماء الفنان للوطن كله بكل مكوناته السياسية. يعني السياسة هي الحياة، يعني ما في مهرب من السياسة وما في مهرب من تناوله، وما في مهرب للفنانين إنه يسجل موقف يقولوا نحن مع كده وضد كده. فنحن مع الحوار، ونحن نفتكر إنه لا بديل أصلا للحوار إلا الحوار. إذا الناس كل الناس في السودان يعني استمعوا لصوت العقل واجتمعوا على أن يودوا البلد دي لقدام، فيه خير للسودان ده عليه أن يعتمد الحوار، حتى لو كان جواه في أزمة ثقة ولا جواه في يعني أشواق ما شايف المرحلة الحالية مثلا لبتها، يعمل عشان المراحل الجاية تكون أحسن. يعني الكلام ده طبعا من نقوله سيف الجامعة زلت كان ملتزم في يوم من الأيام سياسيا وطلع من البلد في يوم من الأيام وانضم للمعارضة في يوم من الأيام، وصوته كان بيطلع من إذاعة التجمع. يعني الكلام ده بيتقال بتجربة بلا شك. صحيح، وأشوف يعني قد يكون في كلام لا زال الآن مع وضد سيف الجامعة في مواقفه وفي حاجاته، وفي عدم استيعاب، في نظرية أشبه بنظرية الأواني المستطرقة لما تقول إنه الفنان زيه زي ألموني ممكن تشكله زي ما انت عايز، كل ما هو في موجود في محفل معين بغني لحزب معين في مناسبه حقته، ومعناه هو تغير جه من هنا الى هنا. بالعكس، انا افتكر ان الواقع في السودان متحرك والواقع السياسي في السودان متحرك ايضا، يعني ما في حاجه متحرك ايضا. نعم بالتاكيد انا متحرك بعين بعين المصلحة العليا، يعني ما بعين بعين سيف، لأنه لا يعني في النهاية ما أنا ما حابقى حاجة تانية غير سيف الجامعة. يعني لا حابقى وزير، لا حابقى رئيس، ولا عندي أحلام زي دي. أنا عندي أحلام إنه كل السودانيين على اختلاف انتماءاتهم يحبوا
الفهم اللي انا قاعد اطرحه الفهم بتاع انه نحن عايزين وطن يسعنا جميعا باختلافاتنا كلها ويستوعب تناقضاتنا كلها وتربيتنا المتنوعه وثقافتنا المتنوعه وجذورنا المتنوعه يستوعبها ويهضمها ويحولها لشيء ايجابي يودي البلد لقدام. طلعت 90 انت؟ طلعت 90 31 كنت موظف في ديسمبر. انا كنت في دار جامعة خلاك تطلع شو 90؟ والله تقدر تقول انه الوقت ده كان الاستقطاب السياسي كان حاد جدا وكان في كل المؤسسات لانه في تغيير في البلد في كل المؤسسات بيكون في دور في رقم بعيد كده بيكتب تقارير من الناس يقول لك فلان ده كده وفلان ده بتاع وفلان ده يساري وفلان ده. المهم في اللحظه ديك وفي الفتره ديك صدر قرار لحاله 15 واحد من دار جامعه الخرطوم للناس اللي هي كانت محله فواره جدا ومحله بتاعت ثقافه ومحله منتجه كانت للثقافه ومحله مؤثره. اترفضنا نحن 15 واحد من دار جامعه الخرطوم للناس في قرار واحد. يعني كنت شغال شو في الدار؟ انا كنت مدير الدعايه والاعلان والعلاقات العامه، يعني انا كنت بدور النشاط الثقافي كله التابع لدار جامعه الخرطوم. صنفوك يساري؟ والله هم ده التصنيف الاول بحكم انه انا كل اصدقائي في الفتره دي كانوا بينتموا لليسار وانا كنت في نشاطات مختلفه ثقافيه في اطراف فيها من اليسار. اغلب الشعراء اللي كنا بنستضيفهم كانوا من اليسار واغلب الكتاب اللي يعني الى حد بعيد كانوا مثلا مناهضين لخط الجديد اللي ظهر برضه هم كانوا اليسار. ضمن اليسار. المهم يعني بالاختصار الشديد افتكر انه الوقت ما كان نحن ما كنا مطلوبين في اللحظه دي يعني. وبالتالي زي ما بكون في اي تغيير في اي بلد عنده ضحايا نحن كنا الضحايا في الوقت ده. بينما انه نحن ما كنا انا شخصيا ولا كنت ولا زلت يعني انا ما كنت منتمي بشكل تنظيمي لجهه ما والى الان. لكن اليسار عنده لكن كان عندي موقف يعني اليسار عنده قوة كده بتاعت في المجال الثقافي قوة جذب كده قوة جذب كبيرة حقيقة وعندهم إنتاج وافر في المحلة دي يعني شعراء كثيرين محسوبين على اليسار وفنانين كثيرين محسوبين على اليسار. أما مشيت برا كيف شفت الواقع؟ شوف يعني الغربة في النهاية هي غربة والبعد عن الوطن حتى لو في الجنة برضو بعد يعني وعنده مرارته وكاذب من يقول انه هو استفاد من الغربه اصلا. وانا بفتكر انه الغربه كانت خصم علي انا كفنان. قطعتك من ناسك؟ كثير يعني عزلتني من النبض اليومي للناس لما يتلقوا الاغنيه طازجه ويدوك رد الفعل ايضا طازج. يعني نحن كنا بنعمل الاغنيه وتصل السودان بصعوبه وبعد ذاك يجينا الفيدباك متاخر. وعلى فكرة دي حاجة مضرة جدا بالفن. يعني انت عايز تشوف في عيون من تحب انك اللي عملته ده حبوه الناس ولا تخليه تعمل غيره يعني. لانه اصلا الفن هو تجدد والفن فيه تجريب. وفيه انك لازم تاخذ راي الاخر يعني راي المتلقي مهم جدا جدا اهم من اللي انت بتعمل فيه يعني. ف ده جانب، الجانب الثاني والمهم جدا طبعا كانت في غباين كثيره بالتاكيد يعني الناس كلهم اللي طلعوا برا جمعت بيناتهم الغبن المشترك الفقد وظيفته الفقد موقعه السياسي في مكان ما وهكذا السياسه يعني ما في شهر عسل مستمر ولا في برضه ولا في احزان مستمره لانه في النهايه الصراع هو حتمي يعني في الحياه. قرار الرجعه كان كيف؟ الرجعه طبعا بعد مده طويله يعني للاسف من 90 يعني من 90 الى 2003 و 2003 الوقت ده كان يعني بعد مشاكس قول بثلاث سنين تقريبا او اقل. الواقع السياسي في السودان اتغير وبدا يتحرك طبعا من الوقت ده الاحساس بانه في استعداد للحوار في استعداد لانه الوطن يرجع اولاده له ثاني لحضنه بشكل او باخر باتفاقيات بغير اتفاقيات. المهم الناس انا شخصيا واحد من الناس اللي رجعوا
ودائما بقول للناس رجعت الى بلدي لانها بلدي، يعني اللي بعرف لي بلد ثاني غير اللي يقول يعني يعني انا رجعت لبلدي بس عشان هي بلدي. يعني من المفارقات الغريبه انه في اغنيه لسيف الجامعه كانوا بيغنوها في اذاعه المعارضه بالسؤال اذاعه المعارضه بس تلفزيون بالضبط كده اللي هي طبل العزه بتاعت الحرب بالضبط كده. انا كنت بقول انه طيب لما الجنوب انفصل عن الشمال انفصال مرير يعني وحرق ناس كتار جدا وألم ناس كتار جدا، لكن الواقع بيقول انه الانفصال الحاصل لجنوب السودان هو انفصال سياسي. يعني التمساح ما حيجي من الجنوب ولما نلقى نفسه في حدود الشمال هيرجع، ولا الأبقار ولا الحيوانات ولا حتى الناس لما حصلت الحروب في الجنوب ما يتجهوا إلا شمالا. وعليه الفن زيه زي النيل وزيه زي كل حاجات الطبيعة، ما بيقسم الناس لشيوعيين وحزب أمة واتحاد ديمقراطي ومؤتمر وطني. الفن حقه يوحد الناس يعني، وحقه يخاطب الناس، لأنه هو الناس ذاته من حقهم إنهم يسمعوا الفن ويحبوه أو يختلفوا معاه. صادر كل زول لرؤيته بالضبط كده، صادر الغنية وأنا سعيد والغنية شغالة في وأنا الطبط. سعيد بيدا على فكرة كنت قاعد تعاني لكن من برا طب يعني خلاص. الحاجة التاريخية المؤكدة إنه طبل العز أذكر أجيال جديدة إنه كان بس في تلفزيون السودان الغنية دي بصوت سيف وفيها صور المجاهدين والشهداء، يعني كان جزء من الحاجة الملهمة في الداخل صحيح لجموع المنتمين للحكومة. وفي نفس الوقت كانت إذاعة المعارضة بتبثها كبرضه كصوت لها يعني، فكيف كنت قاعد تعاني الحكاية دي يعني؟ طيب كنت شخصيا كنت أنا بس أقول حاجة تاريخية مهمة، إنه هي الأغنية اتعملت سنة 85 كلمات الشاعر الدبلوماسي الراحل سيد أحمد الحردلو، هو عملها احتفاء بانتفاضة أبريل واتسجلت في ذلك الوقت، ما حظيت بأنها تبث لأنه الوقت ده كان الراحل العملاق محمد وردي كان عنده أعمال غزيرة جدا جدا كانت مالية الساحة، وكذلك الموسيقار محمد الأمين ربنا يديه الصحة والعافية برضو كان عنده أعمال كبيرة جدا، فدي تعاملوا معها لسنة أغنية بتاعت ولد صغير كده خلاها بجنبها لما نبث للناس الكبار دي الحاجات، واتنست على فكرة ما طلعت إلا 89 على فكرة، يعني ما طلعت إلا بعد 89 واحتفي بها أي ما احتفاء، لأنها بتتكلم عن عزة السودان عن نهضة السودان عن قوة السودان وقدرات أهل السودان وطبيعتهم وطيبتهم وخلاف كل هذه الأشياء يعني. فبالتالي الجهتين هم مؤمنين بهذه المبادئ، يعني أغنية دي أغنية عامة وأغنية إلى حد بعيد قومية ولا يختلف عليها، كان مرسلت إشارة أنه الفنان أكبر من التحيزات بالضبط كده. أنا ما بفتكر أنه في حزب مهما كان بتعترف بأنه أنت وقعت ربما بضغط الحصل الصالح العام والفصل في مرارات طلعتك من طور انك تبقى فنان الكل في اللحظه اللي فنان معارض. انا بعتقد انه انا هاجرت من الكل للكل يعني انا كنت محتاج لده، يعني كنت محتاج للقرار ده في لحظه من اللحظات، في لحظه تشكل الوعي ولحظه النضج الفني ولحظه لا بد من وجود معاناة ما في حياة الفنان، ولا بد من وجود دروس واعتبارات كثيرة جدا جدا. المعاناة كان شكلها كيف في القاهرة؟ أول شيء الغربة، فغربة غربة يعني أنت النكتة محتاج تشرحها يعني في مصر يعني بالضبط يعني أنت أنا فقدت أهلي يعني فقدت ناسي فقدت زملائي في العمل وزملاء دراسة كثيرين جدا. تقدر تقول برضو يعني الغربة في مصر ما كانت بسخونة الغربة في أماكن تانية، لأنه برضو مصر كانت مليانة سودانيين في الوقت ذاك. نحن أسسنا المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة في الوقت ذاك باعتبار أنها حاجة ممكن تكون كيان جامع، يعني ما فكرة حزب، يعني فكرة بتهتم بالإنسان وما قال إليه وحاله في الوقت ذاك وما يمكن أن يفعل من أجل الإنسان في السودان برضو في الوقت ذاك من منطلقات غير سياسية، منطلقات إنسانية بحتة، أو هكذا أنا تعلمت يعني إنه من ميثاق حقوق الإنسان إنه هو مختص بالإنسان بغض النظر عن انتمائه،
وهو وراء ما يقع على الإنسان من ضرر أو من ظلم أيا كان برضو انتماؤه. دي فترة أنا تعلمت فيها كثير. وتعلمت فيها أكثر. ولما رجعت بدروس كثيرة. رجعت وأنا متفهم لآراء وأوضاع الناس في المعارضة، متفهم ومنتمي لأوجاعهم ولآلامهم، أيضا متفهم لأنه حتى الناس الموجودين في السودان وكانوا بيحكموا الفترة الفاتت والفترة الحالية لهم أشواقهم ولهم آمالهم ولهم أحلامهم ولهم مشاريعهم. شتموك في صفحات المعارضة؟ بالتأكيد. الشتمة دي بالذات من تقرأها في الراكوبة كان بتعمل فيك شنو؟ والله شوف، هو في الغالب اللي بيحصل شنو يعني في مواقع التواصل الاجتماعي عادة بيكون في زول مختفي خلف لقب يعني يعني ما بكون هو زول نفس الزول يعني وبالتالي أنا ما قاعد أعتبر بالنوع ده من الكلام باعتبار أنه صاحبه ما معترف به، عشان كده ما خدته تحت اسمه. أكثر حاجة علمتك شنو؟ الحقيقي يعني بعت القضية، ما بعرف اشتروك عملوك فعلوك تركوك، وأنا بقول لهم يعني وأمام الله والتاريخ وأمام الشعب السوداني، أنا كل ما حصل إنه أنا رد إلي اعتباري وعملت المعاملة التي أستحقها واستقبلت في بلدي أحسن استقبال وأكرمتني بلدي في كل أهلها، حتى المعارضين داخل السودان وحتى الحكومة وحتى الجهات المختلفة، وأنا وصلت لقناعة إنه ما تبقى من عمري حيكون مكرس للسودان وللشعب السوداني ولآماله ولأحلامه ولطموحاته. طيب أنا دون الانتماء لجهة سياسية محددة. كيف ممكن تخدم البلد وتكون فوق الانتماء؟ يعني أنا شعر إنه في ناس كتار داروا يخشوا في قضايا عامة ويساهموا. قصة المريخ هلال زي ما قالها وبعد شوية مبارك حق الناس يتخلصوا منه، وقف الحكاية دي حق الناس يتخلصوا منه. يعني افتكر انه من الدروس المستقاة والعبر في الإقليم حولنا انه الاستقطابات الحادة أدت لحروب أهلية وأدت لدمار البلاد ولم يستفد منها أحد، يمكن يستفيد منها أهل المخططات الخارجية يعني وأهل الأجندة الخارجية ويدمروا بها البلاد. نحن افتكر انه بلادنا ما بتتحمل غير إنه الناس يعني يحاولوا يبنوا ما خربته الحروب ويحاولوا يوقفوا بقدر الإمكان الحرب في الأطراف في السودان، لأنه أنا ما بعتقد إنه الأمريكان ولا الغربيين ولا الأوروبيين ولا whatsoever الناس البرة هيكونوا أحنا علينا من أهلنا. أنا بفتكر إنه أنا معتقد في هذا الاعتقاد، واعتقاد جازم وراسخ وغير مدفوع الثمن على فكرة. في رصيد رجال الأعمال بتكون يعني مبالغ وأرقام، في رصيد سيف الجامعة الغنائي والفني نقدر نقول في شنو؟ لا كثير. تقدر نحدد أرقام؟ نقول أرقام فلكية في رصيد سيف الجامعة من حب الناس والتقدير والاحترام لما أقدم يعني. في كثير جدا من المعاني السامية جدا اللي أنا غنيت لها، ومن الأماني والطموحات الكبيرة جدا والآمال والأشواق يعني للشعب السوداني والعواطف حتى والشجن والمحبة والعاطفة الطبيعية العادية الإنسانية، ده كله أنا غنيت له وكله احتويته، غنيت للوطن بخريطته. من سيف الجامعة ما أعرف عددهم، كثيرين كثير. ده طبعا في ناس كثير جدا بيقولوا إنه سيف الجامعة كمبيوتر الغنى السوداني، وبعدين ده في نوع من المرات فيه شيء من المبالغة، لكن إلى حد بعيد فيه شيء من الصحة، باعتبار إنه أنا صاحب إنتاج غزير جدا جدا متنوع لشعراء متنوعين. أنا غنيت لي جيل كامل من الشعراء في أكبر مننا شوية، وجيل تاني آخر من شعراء في سننا، وجيل تاني أو جيل ثالث لشعراء شباب طوال هذه المسيرة من الأعمال اللي هي بتلامس. خلينا نبدأ
خبر تأثير خبر وفاة العميري عليك؟ يا الله، طبعا شوف يعني أستاذ طاهر، أنت واحد من الناس اللي بي 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 توجع الزول في الكلام يعني. يا أخي ما دعنا نوجعك، لكن دعنا نذكرك. لا، بتنكش الزول من جوا شديد يعني. وأنا يمكن في الفترة الأخيرة شوية قلبي كعب جدا يعني، تباري من يعني حتى من روحي يعني، ورفيق الصبا والشباب ورفيق الآمال والأحلام المشتركة، في تغيير شكل الحاجات اللي عندها علاقة بالفن في السودان، شكل التعاطي. أنا كنت بتمنى إنه عمير يكون عايش عشان يشوف S24 ولا جد. أنا ما داير بلغة، ما داير بلغة، تفهم بغنى للغناء والموسيقى يعني، عندك أحلام في الحياة دي. راديو. أيوة، فأنا أفتكر إنه عميري كان حيكون سعيد جدا لو شاف S24 بالإمكانيات اللي فيها، إمكانيات الفنية مش إمكانيات المادية يعني، خلينا نقول كده. أنا شايف شاشة جميلة، شايف أفكار رائعة جدا، صباحية ومسائية وفي أمل كده، في إشراق. تكون أجمل اليوم بإطلالتك. فوفاة العميري أنا كانت حزيمة كبيرة بالنسبة لي، وكانت صاعقة يعني. كنت وين من جاك الخبر؟ أنا كنت في المكتب في دار جامعة الخرطوم للنشر، وما كان عندي خبر لأنه الوقت ذاك ما كان في تلفزيونات في المكاتب زي هسي وحاجات كلام زي ده. فرجعت البيت الساعة 3، كلام ده سنة 89 أو آخر 89. رجعت البيت الساعة 3، لقيت بيتنا مقلوب بكى يعني. تخيلت في إنه دول من ناس البيت يتوفى، ولأنه العلاقة كانت بيناتنا أسرية ونحن كنا متواصلين، ويا أنا بايت عندهم ويا هو بايت عندنا، يا كلنا مسافرين في حتة، في مدني، في الأبيض، في كده، في أعمال فنية وسفر مع بعض كثير يعني. وكان ناقد لحاجاتي بشكل حقيقي جدا يعني، ما كان بيجاملني يعني. فجيت لقيت البيت مقلوب والناس بتبكي والدنيا يعني بايظة شديد. يا أخواننا شنو قال لي أذاعوا العميري في نشرة 3 يتوفى. أنا اصطدمت ودخلت عندي أوضة كده فيها كان فيديو تلفزيون ومسجل والعود ومكتبة حقتي. بديت أفتش في إنه ألقى لي حاجة تخليني أبكي. أنا انصدمت، غلبني أبكي. فتشت لدموعي دي ما لقيتها، والعبرة يعني سدت حلقي زي ما بقولوا. فلقيت قصاصة مكتوب عليها بخط يده يا نديدي، وكان كاتبة يعني قبل فترة بسيطة جدا يعني. أي صوت راجيه يا نديدي يا زمان الأغنية الجاية وجديدي. أي صوت راجيه راجيه صوتك، أي شريان فيك وريدي. يا سلام، كأنه ما كان بيخاطبني أنا في اللحظة دي. هو مؤكد كتبها لشيء في نفسه يعني، لكن أنا في اللحظة دي حسيت إنه الكلام ده موجه لي أنا. فشلت العود ولحنتها. كيف تعرف تكون اللحن فيه حزن شديد؟ ربما ما بيشبه الكلمة تماما يعني، كأنما اللحن بنفسية والكلمات بنفسية. اللحن والأداء حزين جدا والكلام متفائل جدا جدا يعني. اسمع، لأنه دي اللحظة اللي تلحنت فيها الأغنية، زول ما بيقدر. وكنت بتلحن دموعك طلعت الساعة؟ أي لا، بكيت بعد. الأغنية جاية
أي صوت راجه صوتي ويشريان فيك وريدي أي صوت راجه صوتي ويشريان فيك وريدي الزمن ما اشتكيت لورد غيرك ما لمست سوى حريرك كل ما هاجت شواغي ما نشدت بدل مصيرك أي صوت شريان فيك وريدي الزمن قاس المنام وانت نوار قصيدي يا نديدي يا نديدي يا نديدي يا نديدي شوفي كان الدنيا أخضر من زمان عيني كان الأفق أوسع أوسع من مكان شوفي الدنيا أخضر أخضر من زمان عيني كيف الأفق أوسع أوسع من مكان هل فجرك هل فجرك هل فجرك يا مصابيح انطفي تاني وين 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 ضيق المحل اللي انت فيه تاني وين وين ضيق المحل لو انت فيه اي صوت راجه صوتك ويشريان فيك وريدي كم سألتك في السواهي عن غيابك وعن وجودي الزمن قاس الملامح وانت نوار قصيدي يا نديدي يا نديدي يا نديدي يا نا 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 نا
بيقولش يعني بأنه الغنى كتير، البلد كلها بتغني والغنى ما كتير، كتير الفنانين يعني هو كتير الفنانين كتير معهم الغنى. لا ما في غنى جديد يعني، يا ريت لو كتروا بجديد. دي واحدة من القضايا الثانية من هو ذات الغنى ده، هو غنى محدد. حتى في أخونا منتصر النور مدير البرامج بيقول عنده رغم، بيقول إنه السودان ده كله بيغنوا في غنى محدود، بينما كراسة الأغاني السودانية مليئة مليانة، لكن مش شغالين في عدد محدد ودايرين فيه. يعني توافق منتصر في الكلام ده؟ بوافقه بشدة. إنه في شيء من الإفلاس والاستسهال، يعني استهلاك الموجود دون البحث عن الدول. لو عاين حوالينه بيكتشف إنه لازال هناك شعراء يكتبون، يعني بلد فيها شعر زي روض الحاج يعني، وشاعر زي الحلنجي، وشاعر زي أسهري محمد علي، وزي عبد القادر الكتيابي، وجمال حسن سعيد، ومدني النخلي، ومختار ضفع الله، وعدد رهيب من الشعراء يعني. تجاني حاج موسى، ناس بتكتب شعر جميل. الناس بتجاهلوا ده وراجعين يجتروا في أعمال قديمة. الحقيبة ورطة؟ بدت ورطة للغنى السوداني. ورطة حقيقية. ورطة حقيقية. ورطة حقيقية يعني. أنا ما ضد الحقيبة والناس. بل بالعكس أنت محسوب على أنك يعني. أنا من الناس اللي عملوا ريفايفل لغنية الحقيبة في أيوة. في حتات متنوعة يعني. في لكن واضح أنها بقت مأزق للغنى السوداني. أنا لما حسيت أنها بقت مأزق زقتها منها يعني. أنا لي زمن طويل ما مسكت أغنية حقيبة. وعملت فيها أي شكل من أشكال المعالجة، مع إنه الحقيبة كنز، ولكن كسر الهجوم على هذا الكنز والتعديات الحاصلة والتشويه الحاصل باسم الفن، وهو في الواقع ما باسم الفن، هو باسم المال وباسم المادة، وجري نحوي نجومية يمكن تكون زائفة، لأنه ناس حيشوفوك وحيحبوك وشكلك ولبستك وصوتك جميل وكل حاجة، لكن الناس حيحبوك أكثر لمن تعمل جديد يعني، لمن تضيف تكتب بقلم يعني. الناس تكون بغنى من نور يعني بالنوع ده كتير كتير. نعم. يعني أسأل الآن بيقول في كلام، يقول لك يا أخي تفتح التلفزيون تلقون بيغنوا، تفتح الراديو تلقون الناس بيغنوا. إخوانا لو دار تعملوا سوداني أروح ما تغنوا يعني. أنت طوالي بيسهر لك فنان جديد بوكيل أعمال بفرقة موسيقية بوديغارد بلبسة بلوك معين بكده بدون غنى. بغنى عيد بغنى حسن عطية بالحقيبة بأحمد المصطفى. يعني ما سامع حاجة جديدة بقدم فيها الناس يعني. في محاولات بسيطة هنا وهناك يعني تخطو وتصيب، لكن أغلب المحاولات ما في الهدف يعني. يعني أنا بتمنى حقيقة أنه من أماني العزيزة لنفسي، أنا واحد ما ضد الشباب وحق الناس يفهموا ده شديد يعني، أنا مع الناس الجادين والدايرين يقدموا. أنا عندي استوديو حقي ما قاعد أكسب من وراه ولا تعريف عشان. ولحنت للشباب كتير. أيوة. وعندي الاستوديو بتاعي وتحت أمر الشباب ولا قرش ولا تعريفة يعني. يعني يعملوا غنى سمح للناس. البعض يعني كده يقول لك يا أخي سيف ده دار يقعد لنا في كرسي الأستاذية. والله يا أخي ما الأستاذية دي ما بحددها أنا، دي بتبقى فكرة الناس حول اللي أنا بقوله واللي أنا بطرحه واللي أنا بغنيه. أنت صريح أكثر مما يجب. يمكن ويمكن مهموم كمان زيادة عن اللزوم يعني. بالحاصل يعني أنا حاسس إنه السنين قاعدة تمر ونحن قاعدين نفقد الفرصة في صناعة مشاريع فنانين كبار زي اللي فقدناهم يعني. يعني أنا ما شايف في مشروع مثلا، حتى لو آخر من رحلوا من 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 دنيانا، ما شايف في مشروع لزيدان إبراهيم جديد، ولا مشروع لخوجل عثمان جديد، ولا مشروع ل رغم العدد الكبير ده، رغم العدد الكبير الموجود ده، ولا مشروع لمحمود عبد العزيز جديد يعني. بصراحة الإعلام تراكم الكبير يعني. الإعلام لعب دور في الواقع ده. وأشوف يعني بصراحة. يعني خلينا نكون واضحين في ده. شوف الأزمة اللي اتخلقت بسبب عدم تفسير قانون حق المؤلف بطريقة جيدة خلت الإعلام يساهم في الأزمة دي بأنه يسوق الناس في اتجاه القديم اللي سقطت حقوقه بتاعت الملكية، أو اللي موجود بعد الورثة المرنين يعني الموجودين،
فاللي هو ده في تحايل لانه القناه ما تفقد ما يكون ما بيكون عندها ماده يعني. لكن انا شايف الاسهل والاصوب والاحسن انه القنوات تدخل لها في اتفاق شامل مع كل الفنانين الموجودين على شكل رويالتيز يعني حقوق البث يعني. ما حقوا الناس يخربوا بيوت القنوات بانه يشيلوا القناة تدفع قروشها كلها في سهرة واحدة لفنان واحد. أنا أفتكر إنه الماعون ده لو وسع بقى زي إنه قليل مستمر ولا يعني كثير قليل منقطع. قليل دائما خير من كثير منقطع. بالضبط كده. يعني الناس محتاجة لحلول. في أزمة حقيقية الناس ما يتجاهلوها. لأنه بمرور السنين نحن ماشيين في اتجاه تدمير الذوق بتراكم الأشياء الرخيصة. وبالاستجابة للفنانين اللي هم عايزين يظهروا بغض النظر عن الماده اللي حيقدموها شنو يعني. دي ده باب لو يتقفل الامور كلها بتمشي نحو الاحسن. حاجز الكفاءه للفنانين اللي كان مفروض علينا احنا واللي ظهرنا بعديه ظهرنا في وقت فيه عثمان حسين الله يرحمه في قمه مجده وعطائه والكبار اللي رحلوا كلهم كانوا في 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 في, في, في الساحه وكانت نجوميتهم عاليه وطاغيه. احنا كنا في محنه بتاعت انه انت كيف تعمل اغنيه عليها. رائعه عشان تخترق هذا الحاجز وتعدي من هناك. مش زي ما بيحصل الان انه كيف تخترع اغنيه خلعه وفيها كلام فاضي كثير جدا عشان تثير الانتباه. اي نعم حتثير الانتباه ولكن ماذا بعد؟ في بعض الناس بيقول لك الناس عاوزين كده. ماذا بعد؟ انت بتتمسح من خريطة الغنى وبتسقط من وجدان الناس وبتسقط من ذاكرتهم بمرور الزمن. خلعة تجي خلعة بعدها تضيع الخلعة الفاتت وهكذا يعني. في النهاية حاجة بتتكتب بالمناسبة. الشهيد محمد طه ربنا يرحمه محمد طه محمد أحمد كان بيقول لنا السودانيين دي ما بيدوك حاجتين. أيوة ما بيدوك اثنين. أكيد ما بتبقى رجل أعمال وملحن. أكيد صلاح إدريس واحد من المحطات اللي انت برضو وقفت فيها وأثار الجدل. هو شوف صراحة لو كان هو زول عادي ما كان أثار الجدل أصلا. لو بقى مشى في الكاتيجوري بتاعت رجال أعمال بس أو صحفيين بس أو موسيقيين بس وخلافه ورياضيين بس حياته كثيرة صلاح حياته كثيرة جدا عنده حاجات كثيرة. لكن اعترافك به كملحن كشاعر نعم أثارت استغراب البعض. لا انا ما هو اشوف يعني ده شيء انطباع هو مجرد انطباع يعني. هو الناس حرموا صلاح من امكانيه انه يلحن لانه مثلا هو زول غني وزول ما محتاج يلحن وكانما يفترض انه الملحنين دول يكونوا مفلسين يعني وهكذا يعني. هي في النهايه هوايه يعني هو مارسها من منطلق حبه هو للموسيقى وما عنده هوايه غيرها على فكره كان تبغوا عارفين يعني. وهو ما طرح نفسه كمنافس لمحمد وردي ولا كملحن منافس لبرعي محمد دفعان ولا حتى منافس لسيف الجامعة كملحن. لكن هو طرح إنتاجه للناس ولفنانين كتار جدا جدا اللي عجب بهذا الإنتاج غناه وأضاف لهم الروح. وخلينا نكون واضحين في ده يعني في فنان يجيد التقمص يجيد الإضافة يجيد بروزة اللحن وتقديمه بطريقة مقبولة عند الناس وفي فنانين ما قدروا الحاجة دي. يمكن أنا ما داير أتهم بعض الناس اللي هم تعاملوا معاي إنهم ما وصلوا حاجاته بالشكل الجيد لكن إلى حد بعيد نحن ارتبطنا ببعض لأنه أنا حسيت به وحسيت بصدقه يعني صدقي محبته للموسيقى. يعني هو واحد من الناس اللي قاعدين يسهروا عشان يلقوا نص سمح ويسهروا عشان يطلعوا لحن جميل ويسهر مع الاوركسترا على تنفيذه على رايك في راي وردي فيه. والله مفتكر انه ظلم كبير يعني وانا كان عندي راي مختلف يعني مفتكر انه الساحه دي ما مفتوحه في النهايه ونحن ما حكام ولا يعني ما نحن اللي بنحكم. نحن كلنا مجهودنا نحن وصلاح وغيره من الملحنين يعني كلنا مجهودنا ده مطروح للناس. شو عجبتك بالنسبه في شغل صلاح يعني كثير؟ احنا عندنا اعمال مشتركه كثيره جدا جدا. عندنا اعذريني ما في كلام. في العيد اللي فات ده قدمت له يمكن ثلاث اعمال جديده. واحده جايه علينا قبائل العيد.
ولينا زمن منتظرينك وما عارفين من شوقنا إليك راجين العيد أم راجينك. فشوف زول بيختار النوع ده من الكلام يعني وبيديه وقته وطلع منه لحن. وحاجة أخيرة كانت في أغاني الشكر حقو أعذريني دي ما نتجاوزها. لا ما بنقدر نتجاوزها, هي أغنية زي ما قال لي ساري محمد علي, قال لي دي أغنية تودي الإنعاش. ده أول مرة سمعها يعني. جميل نشوفها. أنا ودتني الإنعاش طبعا بالمناسبة. عذريني الدمعة دي هتبقى آخر دمعة ليا, عذريني الدمعة دي هتبقى آخر دمعة ليا. تاني لو قربت منك, تاني لو قربت منك ابقى ليك الحق عليا, ابقى ليك الحق عليا. اعذريني محال عاود, اعذريني محال عاود تاني ريتك وامشي ليها. ولا ارحل في عيونك, ولا اغرق في عيونك والطفولة الضاجة فيها. ليه اريدك وانتي اصلك ريت ما حسيت بيها, ليه احبك وانتي اصلك ريت ما حسيت بيها. بالبعد ما تعذبيني, بالبعد ما تعذبيني, أذريني أذريني. أنا ما قدرت مرة واحدة, ما قدرت مرة واحدة بالغلط أغلط عليك. وانت ظالمة 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 والدليل غفراني لك. عارف قلبك ما معايا, بردي شاغل قلبي بك. عارف خاطرك ما معايا, بردي تايب روحي بك. بالحنان ما تعشميني, بالحنان ما تعشميني, أدريني أدريني. Thank you.
من زمان من زمان من زمان وانا راجي منك كلمة بيها فرحيني وانت ما فرحت قلبي انت ما فرحت قلبي وكنت ديما تجرحيني قسمة الزول ما بتفوته والبيجيني معاك يجيني قسمة الظلمة ما بتفوته البيجيني معاك يجيني لو بكت منك عيوني ما بكت منك عيوني سامحيها واعذريني كان عندي زي سؤالين يعني بترى الفنان بيعتزل يخط يعود ويغادر المسرح أو ما يغادر المسرح أنا أفتكر إنه حق الفنان يعتزل وهو في قمة يعني عطائه كمغني لكن أنت ما بتقدر تعتزل الفن أفتكر إنه الفنان في مرحلة معينة مفروض يبدأ يعطي لغيره يلحن دور آخر أيوة يعني أنا في مخيلتي الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب لما قبل 20 سنة تقريبا من وفاته هو أو 25 سنة أو 30 سنة حتى بدأ يلحن لنجاة الصغيرة ولهاني شاكر ولعبد الحليم حافظ أنا زمني ضيق مصير دار أخذ لي سؤال تاني برضو يعني نعم الطاقية دي سرها شنو يعني أنا عرفت في وقت إنه قررت تقلعها في وقت قررت تلبسها ثاني وطبعاً الطاقية دي حتكون وشاشة تغيرت يعني ما زي الطاقية اختلفت شوية يعني وأشوف أنا في رؤيتي إنه الفنان صاحب مزاج في الخبرة البصرية وفي الكاركتر اللي بيرسمه ليروحه متعقد من الصلعة ولا لا 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 أبداً طيب ابدا بالعكس ما عندها حاجه غير يعني لا ابدا هي الصلعه على فكره الصلعه قامت تحت الطاقيه عشان ده بالعربي يعني انا بلبس طاقيه من عمري 20 سنه تقريبا بالله فاستمرت معي السنين دي ولما وصل وده سير نزيعه لاول مره لما وصل عمري 50 سنه احتفلت بعمر ال 50 بانه شلت الطاقيه كم سنه فاتت يعني والآن برضو كان في مناسبة معينة كده بتاعت فرح خلتني أغير اللوك يعني وأنا في كل الأحوال أنا نفس الشخص يعني سيف سيف بطاقية واحد من غير طاقية وكله في النهاية سيف يعني برضو لون سريع إجابة سريعة اعتماد الفنان في مصدر معيشته على صوته واحد من المشاكل اللي تواجهه الآن إنه في يجي في وقت يبقى بين انه يواصل عشان يعيش دي واحده من المشاكل بتواجه الفنان السوداني الان اكيد لكن دي مشكله يعني حلها بالوعي يعني افتكر انه مهما كان يعني قوه صوتك ومهما كان عظيم صحتك بتعتل وصوتك بيشيخ انت منتبه له اكيد وحاضر عندك اي وبعدين حتى لو هو اتجه للاستثمار الاستثمار في الفن يعني وارد وكبير جدا ومجزي على فكره طيب شكرا يا اخي الله يخليك يا اخي كثير على تشكيلك انا سعيد جدا انه انا وانت نشوف بعض ونتكلم لكم الفنان وتون سيف ده ما فنان بس حاجه اوسع الله يخليك تسلم شكرا لك وشكرا للساده المشاهدين الله يخليك تسلم حتى الملتقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته